لو في ملابس محشورة طبعا او عملة وقعت معانا هنفك المسمارين اللي هم في ظهر الغسالة، لو غسالة فوق اوتوماتيك، وبعدين لو فيها مسمارين قدام هنفكهم، وبعدين بنلاقي الحلة بالشكل ده فيها 4 مسامير، دي بنفكها علشان تفرق بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، وبعدين بنخرج اي ملابس محشورة بسهولة من الاماكن دي لو في حاجة بداخل الغسالة. وطبعا لو عملة او اي حاجة مش واضحة لازم نفك الحلة الداخلية من الحلة الخارجية باستخدام الصامولة بتاع درابوكس او اللي هو 4 مسامير على حسب نوع الغسالة، وكده ما فيهاش حاجة.